الذبح لا يمكن أن نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. 我们在献生啊，宰牲的时候，不要在媚徒举这个为偶像献生的地方去宰牲。 لا يمكن أن نشارك الكفار في أعياد في احتفالاتهم. 我们不要和媚徒们的节日，和他们在媚徒的节日的时候，不要和媚徒们混杂在一起。 وإذا ذبحوا مثلا للأصنام للأوثان لما يعبدون الأشجار هذه الذبيحة لا يمكن أن نأكل منها. 一旦在媚徒们为偶像献生的地方宰的牲口，作为我们不能吃。 لأن هذا أهل به لغير الله لا يمكن أن نذبح إلا ما ذبح لله سبحانه وتعالى. 因为那些媚徒们在那里为奉阿拉以外者之名啊，奉偶像之名宰牲，我们作为穆斯林不允许在那里宰牲。نعم.